كلام تايم هو عبارة عن تطبيق ذكي خاص بالمراسلات، حيث يتمتع بمزايا مبتكرة كالسرعة وسهولة الاستخدام، إضافة إلى قائمة من المزايا التي تستوعب احتياجات المستهلك. ما الذي يجعل كلام تايم تطبيقاً مميزاً؟ لا يهم إن كان المتحدثان يفهمان ذات اللغة أم لا، حيث يسمح التطبيق للمستخدم بأن يختار اللغة المفضلة لديه، ومن ثم يتم ترجمة النص المرسل والمستقبل إلى لغة الشخص المقابل. وعلى الصعيد الآخر، فإن المستقبل لديه الخيار بأن يعرض الرسالة أو بأن يسمعها سواء بلغتها الأصلية أم باللغة المختارة. وعلاوة على ذلك، فإن التطبيق يستطيع أن يحول النص إلى صوت والصوت إلى نص. إن هذا التطبيق يحوي عدة خيارات متاحة، منها على سبيل المثال المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو ذات الجودة العالية. إلى جانب ذلك، فإن الاجتماع الهاتفي يستوعب أي عدد من المشتركين. يسمح التطبيق أيضاً بمشاركة الصور، الفيديو، الملفات والوثائق. ويوجد أيضاً ميزة الأوامر الصوتية. وفي النهاية، فإن جميع المزايا السابقة الذكر قد جعلت من كلام تايم تطبيقاً يساعد على اعتبار العالم قرية صغيرة.